التعديلات المقترحة من طرف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار. فيما يتعلق بالتحضير للعملية الانتخابية، المادة 13 مكرر تحدث تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتحدد شروط وكيفية استعمالها. المادة 13 إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية تقوم بشط به حالا من قائمة الناخبين. المادة 15 تعد وتوضع القوائم الانتخابية وتراجع مع كل استحقاق انتخابي من طرف لجنة بلدية تحت إشراف سلطة مستقلة تتكون من قاض، 3 مواطنين، وتوضع تحت تصرف الأمانة الدائمة يديرها موظف نزيه. المادة 16 تعد القوائم الانتخابية وتراجع في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية تتكون من رئيس الممثليات الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، ناخبين 2 مسجلين في القائمة الانتخابية، موظف قنصلي. المادة 22 تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب والناخبين. المادة 23 تحفظ القائمة الانتخابية البلدية تحت مسؤولية السلطة المستقلة بالأمانة الدائمة للجنة البلدية. المادة 24 تعد السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل استشارات الانتخابية أو الاستفتائية. المادة 30 يعين أعضاء مكتب التصويت بمقرر من المندوبية الولاية للسلطة من بين الناخبين المقيمين في الولاية مع نشر القائمة بمقر البلدية والولاية 15 يوما. يمكن أن تكون القائمة محل تعديل أو طعن أمام المحكمة الإدارية المتخصصة. المادة 37 تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس لجنة البلدية متضمنة الاسم والعنوان ورقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. المادة 51 يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر بحبر لا يمحى، وتوزع 3 نسخ منه إلى رئيس مكتب التصويت، رئيس اللجنة الانتخابية للبلدية، ممثل السلطة المستقلة.